بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وصلت اليوم الأحد الموافق 13/20/21 الدفعة رقم 16 من لحوم صكوك الأضاحي من وزارة الأوقاف، وبهذا يكون قد وصل إلى المديرية 56 طن من اللحوم إلى الآن. اليوم الأحد 13 وصلت سيارة لحوم الأضاحي إلى مديرية الأوقاف محملة ب 2 طن من اللحوم، بيصل إجمالي اللحوم التي وصلت إلى مديرية الأوقاف بني سويف 54 طن حتى الآن. سلمت اليوم مديرية أوقاف القاهرة الأحد الموافق 13/20/21 3 طن من لحوم صكوك الأضاحي. بفضل الله تعالى وصلت اليوم الأحد 13/20/21 الدفعة السادسة من لحوم صكوك الأضاحي إلى مديرية أوقاف البحر الأحمر، ليكون إجمالي ما وصل إلى المديرية حتى تاريخه 12 طن. له اليوم الأحد الموافق 13/20/21 تسلم مديرية أوقاف المنيا 3 أطنان لحوم صكوك الأضاحي حتى وصل إلى الدفعة 15. وصل مجموع ما وصل إلى مديرية أوقاف المنيا 56 طن حتى الآن، وكل عام وحضراتكم بخير.